هذه المركبات هو الداخل الفلسطيني، إما أن تأتي بشكل تهريب ومسروقات، وهناك بعض الإسرائيليين يقومون بتسليم هذه المركبات إلى بعض الأشخاص المشتبه بسرقتهم لهذه المركبات والعمل في المركبات المسروقة، وهناك طريقة أخرى هو يتم إحضارها بشكل رسمي ومن خلال المشاطب التي رخصت من أجل إحضار هذه المركبات وتقطيعها وبيعها كقطع، ولكن للأسف تجاوزت هذه المشاطب عملها وبدأوا ببيع هذه المركبات هياكل كاملة وتسير على الطرقات. لذلك لابد من العمل على منع هذه المركبات بالعمل الشرطي، وأيضا بمتابعة من قبل الإخوة في وزارة النقل لمتابعة المشاطب التي تتجاوز الرخصة الممنوحة لهم في عملية إحضارها وتقطيع هذه المركبات وبيعها كقطع. لا تحمل ترخيصا ولا تأمينا في حال وقوع حادث سير يتحمل السائق كامل المسؤولية القانونية والاجتماعية والصحية، فيترتب عليه تكاليف صحية كبيرة وإجراءات قانونية قد تؤدي به إلى السجن، وكذلك إجراءات عشائرية متمثلة بالقيام بالواجبات العشائرية تجاه المصابين، وتكاليف أيضا في عملية تكاليف مالية في عملية إصلاح هذه المركبة والمركبات الأخرى التي قد يتسبب بإصابتها. المركبات خطورة كبيرة، فهي تشترك في الجرائم، يعني بعض المجرمين يقوم باستخدامها ويصعب الوصول إلى أصحاب هذه المركبات أو من يرتكب الجريمة فيها، لأنها مركبات غير مسجلة لدى وزارة النقل والمواصلات وبالتالي يصعب الوصول إليها. أيضا تستخدم في عمليات ترويج وتجارة المخدرات لأنه لا يمكن الوصول إليها من خلال الإجراءات الرسمية، ولكن يمكن ذلك من خلال الإجراءات المتابعة والبحث والتحرك.